راجل في الرجال نادر مثالك. يا جلال انت يا جلجل يا اللي يوكل. الواحد معدته بايظه. غيره. ما كفايه كده بقى يا اخير. يا روحي خايف علي؟ ما تخافيش، ده انا اشرب المحيط ورجع الراجل اللي جارك دي عطشان. بس خلاص تشطيب تشطيب تشطيب. هو مش برضه حداكوا في البيت فيه مشروب؟ بيت. سيجارة. شوف انا مش هكسفك، عارف ليه؟ ليه؟ عشان تبقى تروح بلدكم تقول لهم سيناجا بخد مني دخان. إلهي وانت جاهي يا شيخ، ربنا يجبر بخاطرك. حساب حساب. هو انت استكفيته خلاص؟ خلاص تشطيب امره، بس لما يجي سيبولكم. ايه النظام؟ نظام ايه؟ انت مستحيه مني ولا ايه؟ عبد الله. نعم. تعال شوف الحساب علشان نقفل. الحساب لو سمحت. الحساب؟ ايوه. ما انا ما حنيها. بس هو بلبل بيه راح فين؟ بلبل مين؟ صاحب اللي كان قاعد معايا، راح يتكلم في التليفون وزمانه جاي. يا خليل. افندم يا مداف. اهلا يا خليل. هو في حد في الكابينه بيتكلم؟ ابدا يا مداف. طب قول للاخ من عناية. ياقوت اثروت عم شاف. اهلا وسهلا منورين. شوف الرجاله يشربوا ايه. الحساب. الحساب يوم الحساب. انتوا ما تضحكوش ليه؟ هتدفع الحساب ولا خليهم يشوفوا شغلهم؟ الا انت بتحب الفلوس قوي كده ليه؟ دي معرفه الرجاله ما تتقلش بمال. على العموم سيبولبول بيتكلم في التليفون وهيجي يدفع لكم اللي انتوا عايزينه. الاخ اللي كان معاك خرج من بدري. الاخ اللي كان معايا خرج من بدري. خرج من بدري. خرج في خرج خرج يعني ايه يا سي خليل؟ وانا شرفني. شرفك؟ شرفك ازاي؟ هو ده يبقى برضو ده لو كان خرج روحي هتخرج معاه. يا اخ ما تعطلناش، ادفع الحساب وخلصنا. حساب؟ هي الحكايه حكايه حساب؟ حساب ايه؟ امال حكايه ايه يا فالح؟ ده لهف مني تمن المحرات ألوفات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعوض عليك. الله يعوض علي؟ الله يعوض علي؟ ما هو الله يعوض على هو بلبل ده. بلبل مش نصاب. بلبل ده 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 ده, ده صاحبي. ده 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 حبيبي، ده من البلد بتاعتني، وجاب لي جاب لي جاب لي جاب لي لحمه كباب واكني. وبعدين ده لابس افندي، لابس افندي يبقى حرامي، واكني بسبوسي، وجاب لي حط لي لحمه بالحلاوه بالحلاوه الطحينيه، ولابس افندي. بلبل دي مش نصاب. انا 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 بلبل دي نصاب. يا حول الله، الراجل بيهاتي. معلش بقى، اهدى اهدي. ماني هادي اهو. اني هادي. هو انا قلت حاجه؟ هو ايه العبارة؟ الفلوس راحت فين؟ هو مين سرق مين؟ هو خدهم منك ازاي؟ ده ما كانش عايز ياخدهم، ده انا كنت بتحايل عليها علشان ياخدهم، كنت ببوس ايده علشان يسرق لي. يا بوي اما انت احمر حموريه. المهم انت معاك الحساب ولا لا؟ حساب؟ حساب ايه؟ حساب ايه؟ بتدور على 20 30 جنيه؟ انتم امال انا اعمل ايه؟ انت واخد مني قفه فلوس. ده مفيش فايده منه، انده للبوليس نتصرف معاه. استنى يا اخينا، هو الحساب كام؟ حساب 40 جنيه. خد. ده انا بقى بيتلملي، ده انا سرقت بحقي وحقيقي. اهدى اهدى، ما يقعش الا الشاطر. شاطر ايه؟ ده انا طلعت اخيه بالخايبين، ده انا اديتهم له بايدي. نفس اللي حصل لي اول ما اتدليت مصر،
بس ربنا بقى رزقني بابن الحلال اللي دفع لي الحساب ومنع عني البهدله. طب انت حمار، انا يتنصب عليا ازاي؟ انا يتنصب عليا ازاي؟ ده لسه مش مصدق. مش مصدق؟ لكن هو ما كلمكش حاجه بخصوصي، قال لي انك بتشتكي من الويسكي. ويسكي؟ ويسكي؟ لكن ما جاب لك سيره حاجه تانية؟ زي ايه؟ زي علشان يعني بعد ما تخلصني في زي ايه بقى؟ ما خلاص ما تقول. انا لا هقول ولا حزين، ده انا طلعت حمار حموريه. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ مش هسيبه، هلف عليه مصر شارع شارع، حاره حاره، زواق زواق. يا جدع انت بلاش عبط. اه انت فاكر مصر صغيره ولا هي عزبه؟ ولا هي عزبه؟ واني ورايا ايه؟ ماني خلاص بقيت صايع. انا من رايي ما تضيعش وقت، بلغ البوليس وهما يجيبوا لك من تحت الارض. لو بلغ سلطة هتطلع في الجرانين واهل البلد يشوفوها، واللي ما يشتري يتفرج، غير بقى الحكومه هترحل على البلد. لا لا انا مش عايز حد يضرب الاهل البلد لحد ما جاب لهم حقهم عن دير مليه. طب مش عايز اي خدمه تاني؟ تشكر، يترد لك في مصيبه يا عمده. طيب سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لكن هو ما جابلكيش اي سيره بخصوصي؟ سيره ايه بس؟ طيب طيب هفرجك رجب يطلع مين يا بلبل الكلب. وامانه يا اخوانا، امانه عليكم، امانه ما حد يجيب سيره للجرانين ولا للحكومه، احسن لو عرفوا هيرحلوني وما اعرفش اخد حقي منه بالمليم. سلام عليكم، سيبوني ادور عليه في هدوء في هدوء. لكن هو ما جابلكيش سيره اي حاجه بخصوصي؟ سلام عليكم. مين عليك كلام؟ باص سلط باص. انا شفت معك ايه؟ 3-9. لا خليهم الدور الجاي. 4 سلطه كام؟ يا لطيف انا من الفلوس يا استاذ. على اذنكم يا واحد احباب. ماشي دور فرع عم سيد. ما تفتحوا لنا يا عم. لا انت صبحي خش يا راجل. ايه اللي انت عامل نفسك ده؟ كنت في حفلة تنكرية يا عم. فرقوا لي عن اذنكم. ايه يا صبحي؟ عملت ايه؟ كله تمام. والمطلوب؟ الحساب 100 ورقة غير أتعابي يا حرامي. الحل من بعضها معلمة. مين عليك كلام؟ ما تقلبوها مالك وكتابة وأنا ألعب معاكم. وحشاني وحشاني موت. انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. ايدك على 100 جنيه. ايه؟ سمعتيني كويس. والفلوس اللي خدتها من الراجل خسرتها؟ بس ده كان مبلغ كبير قوي. عارف. يلا يلا ما ضيعش وقت، يلا عشان نعوض. بلبل يا حبيبي ما دام حظك وحش بلاش تروح، تعال استريح. يا ست ما تضيعيش وقت، هات الفلوس خلصينا. لا مش هديلك وبطل الحركات بتاعتك دي. انت مش هتبطل الاسطوانه بتاعتك دي؟ وانت مش هتبطل النصب بتاعك ده؟ مش هبطل ومش هبطل خالص ابقى بعد كده. يا دي الحظ المنيل، حتى الراجل اللي بحبه يطلع قمرتي. عيب يا حبيبي عيب. تعال استريح، تعال يا بابا عشان خاطري. يعني مش هجيب ال 100 جنيه؟ لا مش هجيب عشان تبطل. طيب يا جلال خليك عارفاه ان وريتك وشي تاني يا جلال. طيب بلبل نبيل. ايه حبيبي؟ لا مش عايز. ايه الحظ المنيل ده يا رب.
انا انشراح. انت خايف من ايه؟ احنا فين؟ بص وانت تعرف. جهنم دي ده المستوقد اللي بنسوي فيه الفول. بتاكلوا كل المدمس ده؟ ولا بندوقه، ده للموعودين يا عم. المدمس للموعودين؟ امال انت بتاكلوا ايه؟ برسيم؟ فضها سيرة. ايه حكايتك؟ اتنصب علي وبقيت يا مولاي كما خلقتني. يا مسكين، وهتعمل ايه؟ مش عارف. انا تعبان، تعبان قوي، نفسي انام. تنام؟ طب ما تنام. فين؟ هنا في المكان اللي انت فيه ده. مين يا انشراح؟ ضيف غريب يابا. اهلا يا ابني. اهلا بك. اتفضل. تشكر يا حاج. قمت ليه يابا؟ ده انت عيان. الان مش عارف هتعمل ايه في الفول بتاع الناس. اطمن، هروح اودي قدري وارجع اودي قدرك. تنزلي البلد مرتين؟ صعب عليك يا بنتي. لقمة العيش يابا ومحدش بياكلها بالساهل. معلش، بكرة تقوم بالسلام. خش انت استريح. براو عليكي وحياة سيد ابراهيم الدسوق، انت اجدع من رجالة كتير. تشكر. وناوي تعمل ايه؟ ناوي اشتغل لحد ما لمي تمن المحران. ما هو اللي سرق مني تمن وابور الحرب كتير ولو فات. ده انت هتشتغل العمر كله مش هتلم نص الف واحد. الا بقى اذا اشتغلت شغل براني. اشتغل شغل براني؟ اخص على كده. زعلت ليه؟ هو الشغل البراني ده حاجه وحشه لا سمح الله؟ ما كنتش تعرف؟ ابدا. يبقى سماح. تعرفي تيري؟ خفيف خفيف. 109 شارع النهر بالزمالك. تعرف صاحبة الشقة دي؟ واحد بلدياتي يعرفها، هفكرها بيه، يمكن تشوف لي شغلانة. يروحوا له منين المكان اللي مكتوب في الورقة دي؟ الزمالك يا سيدي لما انت بعد كبرى ابو العيلة. وكبرى ابو العيلة ده يبقى فين؟ قبل كبرى الزمالك. هو أنا عرفت كبرى أبو العيلة لما هعرف كبرى الزمالك؟ عند كبرى 6 أكتوبر. هي البلد بقت كلها كباري ولا إيه؟ طب اسمع، الصبح تاخد الأتوبيس وتنزل في العتب، وهناك تسأل هيدلوك على الأتوبيس اللي رايح الزمالك. صباح رباح بقى انشراح. أنا عايز أنام. نام. معرفش حد بالاسم ده، لكن هو بعتك ليه؟ معرفش، هو بعتني وهو الخير كتير اهو. فهم. خديه اعتدال ولبسيه دوم سعيد. عينيا ورايا. قبلتي مش كنت تتأكدي منه الأول؟ ما تخافيش يا بنت، ده باين عليه مدهول قوي. امسك. ايه دي؟ اعمل بيها ايه؟ روح دلك رجلين الست شوشو. انت جننتي اعتدال؟ اوه، اعمل اللي بقولك عليه. ده انا راجل كنت محترم. باين عليك مش هتعمر. على ايه؟ هاتي. بقولك ايه؟ ها؟ ما تعرفيش هم هيدوني كم؟ هتكون مبسوط. روح شوف شغلك. بس دي شغل الستات. ده انا راجل كنت محترم. ما انت عارف اهو. الله يخرب بيت ابوك يا بلبل. يو ما تقرب يا لتنقرف. استنى، رايح فين؟ اقعد تعاكل الجاي. Thank you.
حاضر. هلا قولي لي يا ست شوشة. نعم. لزوم ايه الكاكا اللي انت بتحطها في دماغك دي؟ مش شغلك، انت تشوف شغلك وبس. انت هتضربي حد بالروسيه ولا حاجه؟ دمك خفيف يا مهبل. اروح اشوف مين في الباب. مالكش دعوه، انت شوف شغلك وبس. وزينا شوف مين اللي على الباب يا بيت. ايوه بيصرف على ايه؟ اهلا يا معلم. اهلا بيك معلم عبد الستار يا ابنتي. ازيك يا حلو؟ اهلا عنك يا معلم. تشكرك يا ابو سينه. اهلا يا معلم عبد الستار، تعال يا روح. اهلا بيك. مساء الخير يا ست الكل. مساء النور يا حبيبي، اهلا اتفضل. خد ياض. ايه ده؟ امال فين اعتدال؟ موجودة يا اخويا بس في المطبخ، اتفضل استريح يا روحي. لا انا مش هستريح الا مصالح كوثر. كوثر؟ ليه؟ وانتوا زعلانين ولا ايه؟ اصلها واخدة على خاطرها مني الليلة امبارح. لكن عليا النعمة من نعمة ربي، انا النهاردة قلستها. اسم الله. اهي موجودة يا اخويا نايمة في اوضتها، اتفضل خش لها. تشكرك. يبقى قول دستور وانت داخل. ولد في حريم نايم جوه، يمكن في واحدة مش متغطية ولا حاجة. اخلص خالص، يلا خش المطبخ شوف شغلك. وجع. الله، أنت بتعمل إيه؟ هتنام قبل ما تتعشى؟ عايزين تعشوني، عشوني. خد. أنا راح أشتري فساتين وحاجات، أوعى تنام قبل ما أجي. روحي. اتفضلوا اتعشوا. كل واحد ياخد مكانه. ان شاء الله ما اتعشيتوا. ايه ده؟ ايه ده؟ وحياتك يا حاج الضابط، احنا كنا بنتسلى حتى سالهم. ايوه مظبوط. ايوه مظبوط. تامي. بس ايه الزيطه دي؟ انتوا عاملين هوسه ليه؟ هو النهارده فيها هوسه ليه كده؟ تامي. عملتها يا كلب. عملت ايه؟ انتوا بتعملوا عسكر وحراميه. طب يا حاج الضابط بس عايز اتكلم. يا اخويا حاسب عليا. اخدني. رايحين فين؟ يلا تامي يلا. وكلكم هتمشي وانا عارف لوحدي. تامي. ما انا حاج معاك. هو انا عارف لوحدي. تامي. انما حضرتك اسمك ايه؟ نحن رمضان الفقي وكيل نيابه قصر النيل. هو حضرتك اسمك رمضان؟ ايوه. وانا اسمي رجب. شوف محاسن الصدف وربنا سبحانه وتعالى لما يجمع الاحباب. بس يا راجل امرنا بالاتي: يخلى سبيل المتهم ما لم يكن محجوزا على ذمه قضايا اخرى بضمان بطاقته الشخصيه. هتمسكوني ليه تاني بقى؟ مش سعاده البيه قال تسيبوني؟ ايوه هيسيبوك، بس بعد ما تروح القسم وكملوا بقيه الاجراءات هناك. ما تطلعوا ست شوشه دي وحدانيه. شوشو؟ امشي يا راجل الجاره بره، خد العسكري. حاضر مني. سلامتك يابا. ادعك لك رجلك؟ لا يا بنتي ما توسخيش ايدك، ده انت هتاكلي. اهلا يا ابني رجب. ازيك يا رجب؟ الحمد لله. كنت فين؟ انا اتبهدلت خالص في البلد دي. ما لقيتوش؟ لا لسه، بس لازم حلقيه. اي عنك يابا. ضهري بينقح عليا. اقعد يا رجب، اقعد كل. انا نفسي اعرف المكان اللي بتودوا فيه القدر. ليه؟ كنت اوصل القدر بتاعت ابوك. وانا يعني كنت بعرف. امال مين اللي يعرف يا ابو الحاج؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد الحمار. ابويا يركب مع القدر ومسعد يروح ماشي، اول ما يقف ابويا ينزل القدر المليانه ويحمل مكانها القدر الفاضي والحمار يروح ماشي. يعني الحمار هو اللي بيمشي ابوكي؟ وبيمشيني انا كمان. حمير مفتحي، حمير واعي، حمير ولاد بندر، انما الحمير اللي عندنا حمير. انا كمان هخليه يمشيني. مالك؟
انت عيانه؟ بس هنتعبك كده يا سراجة. نرد حبة صغيرة كده من جمايلكم. تعيش يا سراجة. طول عمرك مسخة يا ابن ستاتي. حلوة دي يا علا. بلاش كلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابو الحاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بقول ايه يا حضرة العمر؟ الفار ابتدى يلعب. ما تخافش يا ابو الحاج. اطمن يا ابو الحاج. اطمنوا يا رجاله. رجل ده واعي قوي 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 وطقرم قوي قوي. رجل ده يا رجاله مفتح ومتكتك قوي وزمانه جاي دلوقتي ومعاه بدل المحرات اربعه. ولا اربعه ولا خمسه. انت مش فاهم حاجه خالص. طب ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ اقعد يالا انت. هو حاضر يا ابو العمدة. اتاخر عشان بيدور وينقي ويفاصل. هي حاجه بتسهل. طمنت قلبي. الله يطمن قلبك. لكن انا قلبي بقى مش مطمن. بقول ايه يا ابو العمدة؟ بقول ايه يا ابو الحاج؟ بقول ايه يا رجالي؟ انا عندي فكره كويسه. اخطف انا رجلي دلوقتي لغايه مصر اروح اطمن على رجب واجيبه معايا. ايه رايكم؟ انا احسن واحد يطلع في الماموريه دي. يا اخي تلهي. بقول ايه يا ابو العمد؟ عايز تلهي غباش. بدل ما تضرب من بره انا شاركت اخو جماعتي وعمتي وبيت ابو اللازم فهمي واهاب وحنزل مصر اشتري محرات. والمحرات اللي هيجيبه رجب. ايه والله كنت المحرات ما تخسرش والارض هي محتاجه. يلا اللي تشوفه. ولا يا غباش. عايزاه يا ابن استاذ. امانه عليك تدور على رجب وتجيبه معاك. اصلا انشغلت عليه خالص. امسكك ولا تجري؟ لا امسك صاحبي. انت مودين على فين؟ هنقعد قعده اكل وعمل. ايه اكل وعمل دي؟ ما هو الناس المحترمين اللي زيه زيك لما يعوزوا يتكلموا ياكلوا ويتكلموا. يعني هتعمل ايه؟ انت منين يالا؟ انا من شمباري. شمباري الميمون. كلت ولا لسه؟ انا من ساعه معرفتك وانا حاصل لي انتعاص. انتعاص. طب يلا ادخل. لا يا حيدي خش انت جوه عالجول. لا تسهلي وتجري. اجري اجري ده يا رجب يا حبيبي. ايوه انت باله لقيت ابن الحلال اللي يدفع لي الحساب. انما هنا مين فين عارف؟ يا صول تاخد ايه يا رجب بيه؟ اخد عمره. اخد فلوس. حتى واحد فول واحد طعميه يا بيه. انا مش حاجه. ايوه مش حتى فول وطعميه. ده ليك تبيبها كباب وفراخ. كباب وفراخ ايه بس يا رجب يا حبيبي؟ ايوه ليك نازل فرتكه من وشمال. هي كانت فلوس ابوك. اهدى اهدى بس وتفهم هدوء والعقل. هدوء ايه وانت غريب فيا عقل؟ ربنا يهدك. ربنا ياخدك يا شيخ. ده انا غلبان وفلوس غلابه. كل اكل. انا نفسي مسدود. سددت نفسي عن الاكل. ده انت واقع. فين الفلوس يا بلبل؟ انت مالك اعصاب؟ يعني ايه؟ الفلوس اتسرقت كلها. نهار ابوك اسود. يعني لو ما كانش اتسرقت كان ايه اللي نزلني الشغل النهارده؟ ده انا حافظ زمارتك وامشيك من غير زمارتك.
كلام زياده هسيبك وامشي واخبط دماغك في الحيط. هقتلك واشرب من دمك. هتتسجن وهتبقى فضحتك بجلابي. هبلغ عنك. مش هتستفاد حاجه لان الفلوس خلاص وانا هتسجن وانت برضه هتبقى فضحتك بجلاك. طب قول لي ايه اللي اعمله فيك وتبقى فضحت من غير جلاك؟ هو ملهاش حل. ملهاش حل ازاي بقى؟ ايه؟ انت بتقرا الجمار ومش مستعنيني؟ السياسه هزايدك قوي؟ يا ابني ايه؟ ايه ده يا حبيبي؟ كل يومين ادبر لك فلوسك تشتري المحلات وتسافر بلدك وخلاص تحل عننا. انت بتنيمني يا ابن ام بلبل؟ اقسم لك بشرفي. شرفك اقطب؟ هو انت ليك شرف؟ وبعدين يا رجب انا استحملتك كتير ما تخلينيش اتنرفز. طيب يا سيدي ما تتنرفزش انت. هاني اتنرفز هاني. طيب والكام يوم دول يطلعوا كام يوم؟ ايه؟ يعني الكام يوم اللي يعني قد ايه يطلع كام؟ بتقول ايه يا ابني؟ الكام يوم اللي انت بتقول عليهم دول يبقوا كام في الايام؟ يوم شهر سنه. سنه؟ سنه يا مفتري؟ والله يمكن دلوقتي حالا دعواتك معانا. ايوه دلوقتي حالا تلاقي واحد ابن حلال زي حالاتي تنصب عليه. قرنا فيها بقى. انت مش ليك انك تاخد فلوسك وخلاص؟ ايوه خلاص اتفقنا. طيب وانا هفضل صايع الكام يوم دول الباقيين دول؟ لا ادور لك على وظيفه تشتغلها. سيبنا افكر. بقول لك ايه يا رجب؟ وافتي يا اخويا وافتي. انت نفسك تسدد ولا لسه؟ تسدد ازاي بقى ما انا باكل اهو؟ لا مش قصدي على الاكل. الحريم. هو في الحقيقه يعني ان النفر مننا لما بيبقى فاضي بيبقى عايز يعمل اياته حاجه. طب قوم بينا. فهمني الاول ايه هو العباره؟ هعيشك اليومين دول في هنا لحد ما اجهز لك فلوسك. شوف اما اقول لك انا مش مصدقك لكن مرغم اصدقك لاني لو ما صدقتكش مش هتفرق حاجه ولو صدقتك برضه مش هتفرق حاجه. اكبر كذاب في الدنيا. جرسون الحساب. ده انت عليك حبه فزلكه. انت مش بتمعر وتقول ان صاحب السراي اللي احنا كنا جواها دي يبقى صاحبك؟ دي حقيقة يا رجب مش معنى. طب لما هي حقيقة ما تروح تستلف لي مني المبلغ وتخلصني. يا ابني انا ما دخلش المسائل المالية بيني وبين اصدقائي. شوف ازاي ده انت عليك فزلك. ايه هي دي؟ اسمع انا هخش اوضب القعدة ولما تستقر القعدة هشاور لك. تلاقي لا في قعدة جوه ولا حاجة. لكن اعمل ايه مرغم اصدقك. انت هترغي ولا تسيبني ادخل؟ ادخل بس تلاقي فيه باب تاني من الناحية التانية يودي على جهه تانية وتروح انت هربان من الناحيه التانية. لكن اعمل ايه ما باليد حيله. ادخل ادخل. دخلت جهنم في بقونه. ايوه صباح الخير. صباح النور. مش انتوا اللي عاملين الاعلان ده؟ بالظبط. هو انت اللي لا 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 ده هو اللي فكرك ينفع ده؟ طبعا يا فندم دي شغلته. نشوف لما تجربي هتشكريني. طبعا اذنك لحظه واحده. اتفضلي. ها ايه رايك؟ مش بطاله. يلا بقى ورينا همتك. استنى هنا. هو معاه بطاقة؟ أوراقه مستوفية يا هانم وإلا ما كنتش أدخله مكتبي. هو أنت عندك مكتب؟ طبعاً في باب الحديد. اسألي على بلبل عبد الدايم ألف من ديلك. اتفضل. شكراً. يا رجب أقبلني أقبلنا لما نقبض زيك يا سيدي. يلا كده الجدعان كده وتبيض وشنا. دعواتك. بقول لك إيه؟ إيه؟ أنت تجهز بالفلوس وتجيني على طول. طبعاً يا رجب طبعاً. مصدقك؟ لا خش خش. الست مستنياك. امشي. اتفضل. ايوه ايه
ايدك وجعاك؟ لا دي حركة انا عاملها. لا 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 انا ما احبش الحركات. هي مش حركة حركة انما هي تحليل بضاعة. ها هتبسطها؟ هي مين دي؟ نانا. هي نانا ولا؟ قلت لك نانا. نانا نانا. ارجوك انا عايزك تبسطها وتريحها وتنفذ لها كل طلباتها. شوف يا هانم انا هخليها تقولك هو ده اللي هو. هنشوف. نانا ننوسه. يا ننوسه ننوسه. ننوسه ننوسه حبيبتي يا قلبي. نانا اهدي. دي نانا. يا بلبل الكلب. بقول لك اسمها نانا. هي دي هي نانا. بسم الله ما شاء الله. ايه انت مالك خايف كده ليه؟ لا اصل الزمزميل المزمزيل جرم قوي. ايه ده انت جاي تفسحها ولا جاي تقر؟ فسحي والله وبقيت مفسحاتك. لا يا رجب يا ابن عبد البر، لكن مين عارف يمكن بعد ما فسح الكلبه السناره تغمز وافسح سته. ما قلتليش انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب، رجب عبار من شباك الميموني مش على الخريطه. على العموم الجنينه قريبه، خدها فسحها مشيها وخليها تقضي حاجتها وهاتها على طول. حلوه تقضي حاجتها دي. يلا خد يا رجب بس ما تتاخرش. هي بتعض يا استهانم؟ لا ابدا دي طيبه خالص. قلت لي حضرتك اسمها ايه؟ نانا. ناني؟ عاشت الاسامي. تعرف ان دمك خفيف. انت لسه شفت حاجه؟ شيخ. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ الله حسن. ايه ده؟ مضحونة حمار. احنا هناكل علقه. قرب يالا انت وهو. اسمك يالا؟ بركات. حسن لاش ولا سعاده البيت؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعادة البيت. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه. انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له يا بركات. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه اسكت. حاضر اهو. انت لا يا باشا انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما انت يا انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمره ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني حصر بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف. ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيت، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت فاهم؟ يعني اشوف حقي بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. 7-1 يا باشا.
هجام. لا سعاده الباشا وما امسيد الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربية مسروقة. ما قلنا لك مش مسروقة، عربية ملهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي. ودين الابخار عليك. طلع النبي يا نبي. طلع النبي. لا اله الا الله. وماله؟ انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. لا ده ايش ايام تعبان ده، ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري. اخد طعمي. يلا تعيش يا باشا. تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت تهتم في نفوخك يا جد؟ وانا عاد فيها نفوخ. انا خلاص، ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو، انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني يعني دخل السينا متهربه واتدفنت وبعدين طلع. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعوهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله، شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربية رجع في كلامه؟ مرجعش. العربية ملهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده، لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعة ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو، وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المؤبط.
هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها موت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. بعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. طب كفايه بقى، كفايه ارجوك. يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بقى الناس حد الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خلو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليك. يعني ما انت زعلان؟ ورحمة والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطة. هذه الحلاوة بقى يا حاج. من عناي حالا نجيب الساعة. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم ارحمك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى هنخليهم 20%؟ ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. يا قليل الأدب. كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جبه. هبقى حليلك بقك ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعبرة لحمه. مالك يا بركوته؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. تعمل لي فيها سواق نص الليل. خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ اه. ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربان يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ يشاركنا فيها. انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي اخليها لك عروسه. ليه؟ صحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت مخي يا جاريه كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات.
تفتح ولا تدوس. ما تفتح وحوم. ثلاثة ونص الواحدة يا بنات، ثلاثة ونص الواحدة. ادي 100 حباية. ثواني عمال الرجالة ما تفرغ نقلة العربية اجيب تمن نقل مع البلد. قرب يا بنات الواحدة ثلاثة ونص، ادي 100 حباية. قرب يلا الواحدة ثلاثة ونص 100 حباية يا بنات. قرب معلمين الواحدة ثلاثة ونص 100 حباية، وادي 200 حباية الواحدة على ثلاثة ونص يا بنات. قرب معلمين ده كده كتير يا قلطه. والله انا عبد المامور، عندكم صاحب المالك فاهموا معاه. حاجه بالعقل، لما تقع علينا البطيخه بثلاثه جنيه ونص هنبيعها للزبون بكام؟ ان شاء الله بمية. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي يا قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه، أربعة جنيه. يلا بيك. بقول لك إيه؟ إيه؟ حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بيك. ده نصيبك يا بطة، وده نصيبك يا زوكة، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكة. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولادة. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكفي. دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاته جاهز يا صاحبي. مع الله ابيض بالصلاه على النبي. شكلك
معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا شخل الجيبك. جيبي مخروق. ده باين عليه جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله، ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى انا هديهم لك. تعال. معكش ولعه؟ معايا. خوليو، لو بطيخه راحت فدا على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش، حاضر. هاتي يا خوليو. نعيم، خليه يجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنا يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو خوليو، قلبهم، طلع كل اللي معاهم، وعلى اقل من مهلك. معلم، كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 بطيخه بساعه امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله، انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير، ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا، ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص، عدم المؤاخذه، الحبايه بخمسة جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي، روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص، اتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعالى بص، اتنين ونص. تعالى بص، اتنين ونص. تعال يا بوس، اتنين ونص. اديله 100، اديله 100، اديله 150، 52، اديله 175، اديله 2.5. تعالى بص، 2.5. تعالى بص، 2.5. قول لاخور يا جدع. 150، 2.5. وتعالى وبص، 2.5. تعالى وبص، 2.5. ماشي يا صاحبي. 2.5. في حاجة تانية، 2.5. وتعالى وبص، 2.5. وتعالى وبص، 2.5.
وتعالى وبص. يلا يلا انت اهو من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة، واحنا واقفين في ملك ابوك. ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت اهو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق، ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكاية؟ انا واقف في عرضك، انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حمولة العربية عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحة مش عايزين نبيعها له. انا شفت بين رمي الجتت بيه؟ جتت يا ابني. الله 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 عيني. في عرضك يا حكومه، في عرضك. في عرضك يا باشا، في عرضك يا سعاده الباشا، في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربيه لحد ما يخلصوا بيع، واي حد يتعرض لهم، اي حد، خدوا على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. يلا كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص وتعالى بص. اتنين ونص تعالى بص. اتنين ونص تعالى بص، تعالى بص. طب اتنين وبس، ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس، تعالى بص. اتنين وبس. جرى يا باشا؟ انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذة بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقولة يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهة وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ لاسع مني عشر بواكي هو الواد صح. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله، يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ أنتوا جننتوا ولا إيه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا. وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق؟ من غير ما تمنحهم ولا على الاقل حتى تدينا خبر. ايوه، ما هو لا اله الا الله، ما قلت لك ان الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وانت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ اطلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخماره بتاعت مشري؟ الزمه مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكله يلعبوا بيكم بالشكل ده. من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، والا هيكون موقفكم زي الزفت. الله، ده احنا افتكرناهم من رجاله الكينج. المأشفين دول استحاله طبعا. يعني عدم المؤاخذه نشوف لنا صرفه معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيدة. مع السلامة، اتفضلوا. ألو؟ أنا أمين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خادم. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. خد. ماليش لزوم يا معلم. هالشاوي الدخان، امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك.
ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. تسلمنا كل الاملاك من النهارده لو حبينا. مستني ايه؟ ولا حاجه يا فندم، هبدا حالا في اجراءات الاستلام. طب اعمل لك يمه شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضل له في العمر قد ايه؟ على رأي المثل رجل بره ورجل جوه. اللي تشوفه سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبه لنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعه كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم، استاذن انا. ما شربتش قهوه لسه.
ولا اقول لك بلاش احسن، يمكن تعمل لك حموضه في مكانك. طب يا فندم استاذن انا، الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك، مع السلامه. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. اهلا مبروك. اهلا الف مبروك. تفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. اه طبعا طبعا. طبعا ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر، وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيت صغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحة سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحمودية مركز البحيرة؟ عاوز حاجة؟ انا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الاسكندرية. يا حنن يا حنن يا جدع، انت شايفني بقولك لله؟ بقولك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد، قال لي خش، هو خاص علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ ابو الغطريف، ابو الغطريف بيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا ابو الغطريف؟ اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا بيه. اهلا اهلا وسهلا، اهلا اهلا وسهلا، اهلا بيه. والله يا ابو الغطريف بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انما اقول يا ابو الغطريف حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده، انا يالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ اه برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فال الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه، من ساعه ما كنت جيت اقدم في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. اه لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حكمان يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه وانا ايه بقى؟ يا شعبان. نعم. قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى؟ بيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه. يعني امشي؟ تعيش ونجملك. طيب. طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم اه يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بنيل. وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب طيب خلاص، احنا برضه يهمنا راحه البيه. ما الزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريف بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. ساعة
سلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ لسه حلو. سلام عليكم. سلام عليكم. اعذره يا سعاده البيع. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه انا لازم اتغدى. معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البن. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا سعاده. مع السلامه. نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم ابوي. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا بديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي. روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع وربع، يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخوي، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. اه؟ ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايحته بزوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقولها يا عم. لا اله الا الله. أنا عندي فكرة إنك زميل زينب في الشغل. في الإصلاح الزراعي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول إيه يا عم؟ أنا أصل حضرت قبل كده مياتم وأفراح وطهور. إنما أول مرة أحضر خطوبة وما أعرفش هما بيقولوا إيه. قول أي حاجة يا ابني. هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عمي؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات، يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي. يعني انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟
شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقول لي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدك خلاص دلوقتي. هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها. حد لها عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع ناد، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب نقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا على بره. يلا كم اوضة ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحة. الله، ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه على ما اقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظي انا؟ ده احنا يا ابني ساعة الصبحية بنقف على دورة المية طابور ولا طابور الجمعية. طب ما تعمل قطوع في الصالة. هقول لك على حاجة، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل. اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى تجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب انا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته، ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل، احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا قضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة، على السلامة. اهلا 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 يا سعد البيت. اهلا يا سعد البيت، ده ايه النور ده كله يا سعد البيت؟ اهلا اهلا بيك. اهلا اهلا. هتستغلوني ولا ايه؟ ورايا في كل حته واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ما لناش قيمه من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينه ده؟ ده فل وياسمين يا سعاده البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. روح ازرعوا حاجه مفيده ليها فايده، ارقم، ملوخيه، شويه باميه، مش تقولي نظر وشم. معاك حق فعلا يا سعاده البيت، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحيه طيبه وأرجو أن تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بذلك كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي.
هديك 5 تشويلة سماد يا حاج، روح استلمت. شايفين يا سيدي. الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلو حلو. بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. من ساعة انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يا وحل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده؟ ماله ده اللي انا زرته ده؟ اه لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت، بس انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيب قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده بكلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايز شقة. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلي، ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ايه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات برضه، محدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى زيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره بقى. طب يا ابو الغطريف. عن اذنك. اتفضل. شعبان افندم، انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ اه سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيت السباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا محتاجة قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل.
لا تطمني ما تتخضيش. أنا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، أنا ما أحبش حد يفاصلني في شغلي أبدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا أنت هتجب علينا يا أخويا، خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بك، امشي امشي. مع السلامة. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. أنا عارفة أنت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان؟ سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده أنا راجل محترم. ده أنا أهلي صرفوا عليا دم قلبهم. أنا معايا ثانوية عامة. رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت. ده كفاية الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل وتقولي لي أبقى سباك؟ طب خلاص، أنت مالك نافش ريشك كده؟ ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ أيوه. طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورم على دماغكم في الاخر. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه؟ طبعا، حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا صاحب جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزه خلصت، صحيحكم مشغول. الله يرحمك يا ابو الغطريفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا اتفقنا. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا على قفاكم في الاخره. خلاص ما بقاش في حد؟ خلاص كلهم
كل واحد هينوبه كم من الميراث؟ هبره جامده. اقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي، احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثه الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثه من بعيد، احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومه. يعني بعد التصفيه كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6,000,000 جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطة؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومة بريالة عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الانسان مجموعة اوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسة، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيب العملية دي علي انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة، وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ انا موافق، انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود وكل المواصفات منطبقة عليه، غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسألني؟ العلم عند الله! ده مسك دفتر قباني من هيني ولا هتقول الواد شعبان من هيني؟ تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد، وهيتقسم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسة. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوة، الاباني بيقول كده وانت مسؤوليتك البهايم. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبة بقى، لما البند في الميزانية يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ليه ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على اصلاح الزراعه من ماهيتي اهو. شعبان مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. مش هيا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي فيها 4 ايام خاص، الماهيت تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة يا متر؟ قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. <تصفيق>
يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. ثلاثة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ستي احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الزحليق. لا زحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ستي لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ؟ مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايه ويحبسك؟ امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهانم مش شي بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات دلوقتي؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوسك. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ايه؟ ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علوالي يعني؟ مثلا. انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ما اجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت؟ ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكوم يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موش. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل، على راي المثل. كان فجره وطلع لبره.
هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك من يد منع دمها يا جزمي. صارمة ايه؟ قلنا صارمة، انا اسمي صارمة يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. ايدي امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش في التسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك، كنت قدام على العربية اللي جرب من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيل؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. ده بينها جد. يا خليل يا غبي. يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله. انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ امال كانوا فين اللي دول جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمي. صارمه. ايه صارمه؟ اسمي صارمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصارمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ما بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباد؟ صارمه. ايه صارمه؟ هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، عايزة اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزة معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل.
الله، انت هتحل قبل ما تتغدي؟ انا حرة يا اخي. طيب طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ بخمسين قرش الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من خمسين قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. وش تعالوا بالحيل عندكم خيمه بعد كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانه بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. جريها محدش من ايدك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخدك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم، واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتهدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي، تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهف تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهف التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي ما انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي.
ينصر دينك. انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت؟ وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار؟ الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ هو عجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان. انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم. وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك. مش هتقدر تفلفص مننا. كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مستثمر اجنبي. ده مصدر واحد اجنبي. اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه اعمال حره يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. امال يعني على باب الشعريه؟ بنت الايه دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغلي. لا 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 شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا ما انتوا تقولوا كده. مستثمرين بقى واكلنا ولعه. ولعه ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامك حسنين. وانا عايده
ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة لا انت واخدها. انا وانا بقول لك شغل حاجة على شغل حاجة. عليا النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. عيب ايه ما تقوليش حاجة بقى شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا. نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت جرح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش جبونه الا لما يديلك. وانت هتنقع عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا. امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمك. زمان واخد الكلب وسرح بيه. انت ايه؟ معفون بمية عفاريت. انا برضو؟ حرام عليك الواد غلبان. ومن امتى الحنية دي كلها؟ من زمان بس انت مش واخد بالك. على العموم الحال من بعض يا استجلال. انت بتدبحي في السكرانين وانا بدبح في الخيبانين. يعني انا كنت لقيت لقمه شريفه ورفضتها ولا لقيت حد يسددني وقلت له لا؟ الله الله ده كان مستخبي فين ده كله؟ انت اللي مش حاسس بيه. والرقص والهش بيشك. اسمتي يا نسيبي بتجوزني ولقيتني رقصت تاني بقت بحر. والفلوس والمكسب طز جلال. انا بتكلم بجد يا بلبل. يعني انا مبسوطه. ده انا بموت في الليله 100 مره ان كان من الزباين ولا من صاحبه المحل ولا منك. قلت ايه؟ في ايه؟ في الجواز. حرام اظلمك معايا. الامرتي ملوش في الجواز وده مسؤوليه وانا بخاف من المسؤوليه. يبقى ما بتحبنيش. ابدا يا روحي. بس اسال مجرب ولا تسال اسمه ايه؟ يا خساره. خساره ايه؟ انت هتقلبيها نكد ليه؟ هنقلبها نكد ولا ايه؟ تعالى 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 يا روحي تعالى. الهلالي عمل بقت نقص. هو كان هناك؟ ايوه ده من حظ الاخبر. انا 100 مره قلت لك مالكيش دعوه بالهلال. معلش يا ست هانم عيله وغلطت بس انا منبهه عليها. اهو هنعمل ايه؟ يعني انا دي بنت امتى؟ طب روح انت اغسل وشك. لا مش الحمام ده. الترسو. الترسو. الترسو؟ ايوه. هو فين؟ اللي قدامك ده. واقلع هدومك دي والبس هدوم اللي كان قبل منك. اقلع هدومي؟ ايوه. هو ده الترسو؟ امال بريم يبقى ايه؟ ده بدون عسل ابيض. وده بقى ايه دي؟ الله حاجة. نمي بقى يا ننوسة. أنا عندي معاد. ها إيه رأيك بقى تصبحي على خير؟
يا نامت اسم الله عليها. بتحاول. عندها أرق. عندها قرف. قرف ازاي بقى؟ أرق يعني ايه؟ كحة؟ لا، نومها مش منتظم. تلاقي بس دماغها مشغولة بحاجة ولا محتاجة؟ يا حبيبتي يا ناني، هي الوحيدة اللي مالية عليا البيت. و حضرتك لا مؤاخذة يعني قاعدة في البيت ده لوحدك؟ أيوة، أنا جوزي مات وعايشة وحيدة. حمار، يعني قصدي حد يسيب الحلاوة دي كلها ويموت؟ وما جربتيش تتأهلي تاني؟ ما لقيتش الراجل اللي يملى فراغ المرحوم. لا فيه، بس انتي ما انتيش واخده بالك. نعم؟ قدامك ومش قدامك، يبقى ايه؟ مش فاهمة. فلاح كان فايد بيغني من جنب السور. فلاح؟ فلاح ايه؟ مساء الخير يا اهل البندر، يا مساء النور. اتفضل روح. اروح روح فين؟ على بيتكم. بيت مين؟ هو انا ليه يا بيت؟ داني مقطوع. طب وانا مالي يا جدعان؟ اتفضل اطلع بره. طب هقول لك على حاجه، طيب ما نخليها بالحلال. حلال؟ حلال ايه؟ نتجوز. نعم. وانا مقطوع، مش هبقى لك حامل تقعد تمحرر فيكي. انت مجنون يا جدع انت؟ انا مجنون بحبك يا جميل يا بتاع البندر، انت يا اللي يوكل.